الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى ما يشجع على طلب العلم في قوله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقارن شهادة أهل العلم بشهادته جل في علاه وشهادة ملائكته عليهم السلام، فدل هذا على فضل العلم وفضل أهله. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما أجمل أن يقضي الإنسان بعض وقته في طلب العلم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، خاصة وهو يسمع ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا يريد الجنة، نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. والنساء في ذلك شقائق الرجال يطلبن العلم. رحم الله أمنا عائشة رضي الله عنها حين قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة من طلب العلم أو من السؤال في الدين. فالسؤال في الدين وطلب العلم هذه من القربات العظيمة التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا. وإدارة مساجد حولي مع ورثة الأنبياء مع التنظيم مع هذا المسجد قائم بإمامه، تم اقتراح تدريس مادتي العقيدة والفقه للمتقاعدين ومن يريد الحضور معهم، خاصة أن كثيرا من المتقاعدين الآن من صغار السن ويجدون فراغا في يومهم، فرأينا أن يكون هناك إشغال لهذا الوقت بالخير. وأي خير أعظم من طلب العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وتم اختيار مادتين نرى أنهما من الأهمية بمكان مادة العقيدة ومادة الفقه. ومادة الفقه لا شك أنها طويلة، لأننا سنأخذ الفقه كله من ألفه إلى يائه، وهذا طيب أن الإنسان يكون عنده فكرة شاملة عن الفقه مع كتاب مختصر وهو من أخصر كتب الفقه، وكتاب منهج السالكين لشيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الشيخ عبد الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. واخترنا كتاب في العقيدة والمختصر في العقيدة لأخينا وتلميذ شيخنا العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ دكتور خالد مشيخي حفظه الله تعالى. وإن شاء الله تعرفون طريقة الدرسين، سنبدأ بدرس الفقه الساعة 10 في كل يوم إن شاء الله، في كل يوم اثنين إن شاء الله تعالى الساعة 10 صباحا إلى 11 إلى ربع، ثم نترك ربع ساعة للمناقشات والأسئلة والمداخلات والاستفادة منكم، ثم بعد ذلك في الساعة 11 نبدأ بكتاب العقيدة ويستمر إلى قريب من أذان الظهر، ونترك أيضا ربع ساعة للمناقشات والأسئلة والإفادات منكم إن شاء الله تعالى. وحتى لا نضيع كثير من وقتنا في هذه المقدمة، نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا الشيخ ألفه مختصرا أراده كما ذكر في يعني رسالة له لبعض تلاميذه رحمه الله تعالى، يقول: كتاب اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها من مختصر المقنعين ومن العمدة وأفصل المختصرات أصغر منها كلها، ليس ذلك لكثرة مسائله وتمكننا من تقليل لفظها، وإنما هو اقتصار على ما يحتاج إليه في كل باب، ومع اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل
من غير أن نأتي بكلامه غير كلام الشاعر. فعله كتاب قيم جميل جدا ومختصر ومن عالم جليل وهو عبد الناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توفي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قبل 64 سنة. توفي الشيخ عبد الناصر السعدي سنة 76 300 و1000 من الهجرة قبل 64 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. قال في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. العلم معرفة الحق بدليله. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يعني الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. يعني الفرعيات في الفقه، في فرعيات الطهارة، فرعيات الصلاة، فرعيات الزكاة، وهكذا بالنسبة لأبواب الفقه. ومن الآن أبشركم أن مادة الفقه مادة يسيرة سهلة، لا تنزعجوا من قولنا سنأخذه من ألفه إلى يائه. بالعكس، يعني الفقه سهل ويسير لا تحبوا منه. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه: العلم نقطة صيره الناس بحر. يعني بالغوا فيه كثيرا، لأن هو نقطة، يعني شيء أمر يسير جدا وجميل جدا أن يتعرف الإنسان على ما يحتاج إليه في حياته، سواء في عباداته أو في معاملاته. وهذا الذي ندرسه إن شاء الله تعالى سيكون كذلك. قال: اقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. يعني لم يتوسع كثيرا في ذكر الأدلة رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما اقتصر على بعضها تمليها. قال: وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبع الأدلة الشرعية. هناك بعض المسائل قد تكون يعني خلافية، يعني مثلا في الماء، مثلا هل الماء المستعمل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ في الصلاة هل يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أو لا يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ في الزكاة مثلا هل يشترط في الإبل والأنعام بشكل عام أن تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة، أو تجب الزكاة في السائمة وغير السائمة حتى تكون عشرة بدون ما تعرفها مثلا؟ وهكذا في بعض مسائل الحج، مثلا هل يجوز الخروج من عرفة قبل المغرب أو لا يجوز الخروج، وما حكم من خرج قبل؟ كل هذه المسائل خلافية، فأنا لا أتطرق من الآن. يقول لك: لا أتطرق، أنا سأختار قولا سأختار الذي ترجح عندي. وإن شاء الله تعالى إذا كانت المسائل فيها خلاف كبير ننبه عليها، أما إذا كان خلاف يسير فنتجاوزه إن شاء الله تعالى، إلا إذا سأل عنه أحدكم. ثم بدأ بمقدمة قصيرة قبل أن يدخل في أبواب الفقه، فقال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة: الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. هذه يعني الأحكام الشرعية، يعني الشيء إما أن يكون واجبا أو محرما، إما مستحبا أو مكروها أو مباحا. هذه الأحكام الخمسة. قال: الواجب هو وثيب فاعله وعوقب ثابته، مثل الصلوات الخمسة. الصلوات الخمس واجبة، فإن صلاها الإنسان وثيب، إن تركها عوقب. وكذلك مثلا الحرام ضده، الحرام تشرب الخمر، من شرب الخمر أثم، ومن تركه تقربا لله تبارك وتعالى أجب على ذلك. المسنون هو ما أثيب فعله من عقب ترك، مثل سنة الضحى، مثل سنة الظهر، مثل الصيام ثلاث أيام من كل شهر. هذه أمور مسنونة مستحبة، يقال مسنون ويقال مستحب ويقال مندوب، كلها تدل على معنى واحد. فهذه الأمور المسنونة إذا فعلها الإنسان تقربا لله وجب، وإذا تركها لم يكن، إذا تركها لم يكن، وإن فعلها فإنه يجر على ذلك. والمكروه ضده،
المكروه ايضا من فعله لا يأثم، لكن من تركه لله اجر، من تركه لله اجر. ويضربون امثله للمكروه مثلا على يعني خلاف الشرب قائما مثلا، اكثر اهل العلم يرونه مكروه، فمن تركه وشرب جالسا تقربا الى الله اجر، ومن فعله لا يأثم، لا يأثم من فعله لانه مكروه وليس بمحرم. ثم المباح، قال المباح فعله وتركه على حد سواء، يعني لا يؤثر جر فاعله ولا يتركه الا اذا فعله على سبيل القربى من الله تبارك وتعالى، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنهما: اني لاحتسب على الله نومتي كما احتسب على الله قومتي. يعني النوم مباح، لكن يقول هل احتسب الاجر حتى في النوم، اني انام لاتقوى على طاعه الله تبارك وتعالى، فيؤجر حتى على المباح. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واللقمه يضعها احد في زوجته له فيها اجر، مع ان هذا الامر مباح يفرح به الزوج مع زوجته بهذا الفعل، لكنه يؤجر عليه اذا قصد به التقرب الى الله تبارك وتعالى وان كان في الاصل مباحا. قال: ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته. انت عندك عبادات وعندك معاملات، اشياء قد تحتاج اليها، اشياء قد لا تحتاج اليها. الذي تحتاج اليه مثل عباداتك، صلاتك، صيامك، حجك، لابد ان تعبد الله على بصيره. تصلي تعرف كيف تصلي، ما تصلي لان الناس يقولون هكذا، لا تصلي لان هكذا الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لان الناس. وكذلك في معاملاتك، في بيعك، في شرائك، في زواجك، في طلاقك، في حياتك العمليه، المعاملات تجري بينك وبين الناس، وايضا الانسان يكون فيها على بينه من امره بحيث يفعل المباح او الحلال ويبتعد عن الحرام والمكروه وشبه ذلك. كذلك هناك امور اخرى لا تحتاج اليها، يعني لكن تتعلمها من باب زياده العلم، مثل واحد يقول انا ماذا احتاج؟ يعني لا احتاج للفرائض مثلا، عن الفرائض المواريث لا احتاج اليها، انا اقسم المواريث بين الناس، واذا صارت مساله ميراث عندي يعني اسال القسامين الشرعيين وهم يمنون لي هذا الموضوع، او مثلا في الجنايات او في القصاص او في الديات او في ابواب العتق وغير ذلك، قد يقول انا لا احتاج اليه، صحيح قد لا يحتاج اليه عمليا، لكن كعلم لا شك الذي يعلم افضل من الذي لا يعلم. نعم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني كلما تفقهت في الدين دل هذا على أن الله أراد بك الخير سبحانه وتعالى. طيب، من يحفظ لنا الوقت؟ من مسؤول عن الوقت عندنا هنا بحيث إلا ربع ينبهنا؟ ها، عندك خاصة إذا صارت إلا ربع تشير إلي، جزاك الله خير. طيب، فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وهذه تسمى أركان الإسلام، تسمى أركان الإسلام، أي المباني التي يقوم عليها هذا الدين العظيم. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. وهذا معنى لا إله، أن تعتقد وتجزم بأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وليس معناها كما يظن البعض لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، كواقع معبودات كثيرة، في ناس تعبد الشمس، ناس تعبد القمر، ناس تعبد النجوم، ناس تعبد الشيطان، في ناس تعبد الأحجار، في ناس تعبد هواها. ولذلك الصحيح في تعريف هذه الكلمة أي لا معبود يستحق أن يعبد غير الله، وكل ما عبد من غير الله فهو باطل. وهذا إن شاء الله تعالى سيكون له تفصيل إن شاء الله في درس العقيدة إن شاء الله تعالى. قال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهر والباطن كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الكلمة الطيبة المباركة هي التي كان يرسل الله بها الرسل: لا إله إلا أنا فاعبدون فقط.
هذه الكلمة المباركة أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله، أي أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق الإنس والجن. الرسل السابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها: وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يأتي بعده رسول. لماذا؟ ما يحتاج، هو إلى الناس كافة. أما قبله موسى، عيسى، يوسف، يعقوب، إبراهيم، نوح، لوط عليهم السلام، جميعا كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة في زمن مخصوص إلى أناس مخصوصين. ولذلك يقال أنبياء بني إسرائيل، كمثال عن أكثر الأنبياء اللي ذكروا في القرآن أنبياء بني إسرائيل، كموسى وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان وموسى وهارون ويوشع، كل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، ويوسف، وهذا أنبياء بني إسرائيل، فكانوا يرسلون إلى بني إسرائيل، طيب، والذين يعيشون معهم، ما كانوا إلى جميع الخلق. بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق جميعا، بل على الصحيح إلى الإنس والجن، الصحيح أنه بعث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين. الثقلان تطلق على الإنس والجن، كما قال الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن، بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره. يعني أنت متى تكون متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا صدقته فيما قال واتبعته فيما أمر، هنا تكون أنت متبعا له. أما إذا الإنسان قال: أنا أفعل ما يقول لكن لا أصدقه، هذا غير مؤمن. إذا قال العكس، قال: أنا أصدقه في كل ما يقول لكن لا ألتزم، هذا غير مؤمن. إذن المؤمن هو الذي يصدقه بما أخبر ويطيعه فيما أمر، سواء كان الأمر بفعل أو الأمر بترك، اللي هو الأوامر والنواهي. قال: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته. لا سعادة لأي أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بطاعته واتباعه بعد بعثته طبعا. أما الذين أدركوا الأنبياء السابقين واتبعوهم فلا شك أنهم ناجون مسلمون، ولكن نحن نتكلم عن الذين ولدوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدركوا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا سعادة لهم إلا باتباعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن لا بد من متابعته صلى الله عليه وسلم. وذكر اليهودي والنصراني لأنهم يعني اليهود والنصارى أقرب الكفار إلى المسلمين، فغيرهم من باب أولى، أنه إذا لم يتبع النبي محمدا صلى الله لم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل النار. قالوا: أنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لابد. حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا، قال: لأن هذه محبة شرعية، قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. لا، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. إذن هذه هناك محبة فطرية، مثل محبتك لزوجتك، محبتك لأمك، محبتك لأبيك، محبتك لأولادك، محبتك لليتيم، محبتك للضعيف، محبتك للمريض، محبتك لمن يحسن إليك، محبتك لمن يشاكلك في الصناعة أو التجارة أو كذا، هذه محبة يعني فطرية. هناك محبة شرعية، يجب أن تحب، يجب أن تحب، يجب أن تبغض. ولذلك صار الحب والبغض من أوثق عرى الإيمان. هذه المحبة هنا محبة شرعية، أنت تملكها، أنت تملك ألا تحب أو تحب. غير محبتك العاطفية الصرفة لأمك وأبيك، هذه رغما عنك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه محبة لا إرادي، غصب، لكن تقاوم.
أما المحبة الشرعية لا، هذه دينية، أنت تتحكم، أنت تطالب. وإذاك لا تحاسب على المحبة الفطرية وتحاسب على المحبة الشرعية اللي هي وذاك الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ليش؟ لماذا حاسبهم الله تبارك وتعالى هنا؟ لأن هذه المحبة بأيديهم والبغضاء بأيديهم فحسبوا عليها. قال فيجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وهي كثيرة جدا حقيقة. يعني لما يقرأ الإنسان دلائل النبوة، كتب دلائل النبوة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما، لما يقرأ كتب دلائل النبوة يجد ما شاء الله الشيء الكثير من الآيات والمعجزات التي حب الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. يعني حق في أخباره أو صدق في أخباره وحق في أوامره ونواهيه، لا يأتي إلا بهذا وهو الكتاب العزيز. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بالدخول في كتاب الصلاة اللي هو الفقه الآن بدأ به. قال أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. لماذا يبدأ بالصلاة؟ لأنها أول أهم ركن بعد الشهادتين، كما مر بنا الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإقام الصلاة مباشرة. ولما جاءه الأعرابي وسأله قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ثم ماذا؟ قال زكاة مالك. فبدأ بالصلاة. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوا فأمرهم بالصلاة. يعني دائما تأتي الصلاة بعد الشهادتين، وهنا بني الإسلام على خمس بدأ بالصلاة، فإن تابوا أقاموا الصلاة. دائما الصلاة هي أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين. والصلاة قال أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. إذن كتب الفقه دائما تبدأ بالطهارة. طيب وين يقول أهم شيء الصلاة؟ الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، الطهارة تكون قبل الصلاة وشرط لصحتها، فلذلك قدمت في الكلام. قال فمنها الطهارة، والطهارة تكون بإزالة الخبث ورفع الحدث. الطهارة هي إزالة الخبث ورفع الحدث. إزالة الخبث يعني النجاسات، تنظيف المكان، ورفع الحدث اللي هو الوضوء أو التيمم إذا كان عدم الإنسان الوضوء. قال فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو عملية الوضوء مثل السحور والسحور. السحور الطعام نفسه، السحور أكل الطعام، فالطهور الوضوء، الطهور هو الماء الذي يتوضأ به، وهكذا. قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. فالقصد أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. يعني من صلى وهو محدث سواء حدثا أكبر أو حدثا أصغر، الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كالجماع مثلا، هذا حدث أكبر هذا يوجب الغسل. والحدث الأصغر اللي هو مثل خروج الريح، خروج الصوت، النوم المستغرق، أكل لحم الجزور أو غيرها من هذه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في متى ينتقض الوضوء، متى ينتقض الوضوء. فالقصد أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل، أو الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، أو لم يزل النجاسة فلا صلاة له. يعني لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة لا تصح صلاته إذا كان متعمدا. إذا وهذا هذا هذا هنا الفرق بين النجاسة وبين الطهارة. يعني لو إنسان مثلا صلى الظهر على غير وضوء
نسي، هو توضأ مثلا الصباح ثم انتقض وضوءه ونسي أن يتوضأ، ثم جاء وقت صلاة الظهر فظن أنه على وضوء وصلى، ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة، هل تصح صلاته؟ ما تصح، ما تصح، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تصح صلاته. لكن لا يأثم، لماذا؟ لم يتعمد. فالإثم شيء وصحة الصلاة شيء آخر، فالصلاة لا تصح لكنه لا يأثم. كذلك لو كان على جنابة ونسي وقام توضأ للصلاة وصلى، نسى أنه هو جامع أهله مثلا أو احتلم في ليله فقام وصلى، توضأ وصلى وهو على جنابة، هل تصح؟ لا تصح صلاته، وإنما نقول اغتسل ثم أعد الصلاة. لكن لو كان على ثوبه نجاسة مثلا، أصابت ثوبه نجاسة ونسيها، كان بيغسلها ونسي أن يغسل النجاسة هذه، مثل أصابه بول أو روث أو براز أو دم أو أي شيء من النجاسات أصاب ثوبه لكنه نسيه وتوضأ وصلى، هل تصح صلاته؟ على خلاف بين أهل، والصحيح أنها تصح، الصحيح أنها تصح طالما أنه لم يعلم بذلك. لكن لو علم في أثناء الصلاة مثلا في نص الصلاة تذكر أن ثوبه أصابته نجاسة أو رآها مثلا وهو يصلي، أو لنقل واحد أخبره ثوبك فيه كذا مثلا وهو يصلي، فماذا عليه أن يفعل؟ فيه تفصيل هنا، إذا كان يستطيع أن يزيل النجاسة ويكمل صلاته مثلا النجاسة في الغترة مثلا قط الغترة وكمل صلاته، النجاسة في الطاقية قط الطاقية وكمل صلاته، النجاسة في الجورب نزع الجورب وكمل صلاته، صلاة صحيحة. لكن إذا كانت النجاسة في ملابس الداخلية مثلا أو في ثوبه الذي لو نزعه لكشفت عورته مثلا، هنا نقول يقطع الصلاة، هنا نقول إيش؟ يقطع الصلاة ويزيل النجاسة إما باستبدال الثوب وإما بغسلها ثم يصلي. فهذا الفرق بين من صلى ناسيا أنه جنب أو ناسيا أنه على حدث أصغر أو ناسيا أنه معه نجاسة. أكثر شيء يمكن يشتهر بين الناس، لو صليت وبجيبك العلبة هذه مال تحليل البول مثلا، أنت رحت المستوصف مثلا يقول جيب لنا عينة للبول مثلا، وسويت العينة وهذا وقت صلاة دخلت المسجد صليت والعينة في جيبك، إيش رأيك؟ شو تسوي أنت؟ كم صار؟ والعينة بول في جيبك تطلع يعني تطلع وتكمل صلاتك أو تخليه؟ فشلة قدام الناس هنا صحيح. طيب نعم طلع برا توافقه ها خليه يبي صار نجاسة خارجة هذه هنا. لا صحيح إن تطلعه، صحيح إنك تطلعه وتكمل صلاتك إن شاء الله صحيح، لكن لو خليته لا تعيد الصلاة ما تصح لأنك حامل للنجاسة هنا، حمل. والبول اللي في الجسم ما يسمى نجس حتى يخرج، طالما أنه في الجسم إلى الآن ما يقال عنه إنه نجس، وإنما ينجس عندما يخرج من الجسد، لا طالما أنه في الجسد فلا يقال إنه نجس. طيب قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهو الأصل، الثانية طبعا بالتيمم، الأولى بالماء الثانية سيبدأ الآن بالماء. قال أحكام المياه، يعني ما الماء الذي أي ماء تتطهر، أي ماء، أو إن في تفصيل للمياه التي يجب أو يجوز أن يتطهر بها الإنسان. قال فكل ماء نزل من السماء، يعني مثل إيش؟ مطر، كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، ليش نه؟ العيون وال شو اسمه الآبار وال الأنهار من الأرض، طيب فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، هاي يسمى الماء الطهور، الماء الطهور هو الذي ينزل من السماء أو يخرج من الأرض، ومنها ماء البحر وماء النهر وماء، هذه كلها طاهرة مطهرة. قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه هذا مؤثر. يعني الآن لو جبت كأسا من الماء وحطيت فيه قطعة زعفران يتغير لونه؟ يتغير لونه، طعمه تغير، رائحته تغير. زعفران أصلي مو مغشوش، ها؟ يتغير طعمه أو لونه أو ريحه يتغير. كذلك لو وضعت فيه شيء آخر مرامية أو أي شيء آخر يتغير طعمه ولونه ورائحته. حتى أن البعض يمر شم ريحة مرامية وين؟ تقول كذا أشم ريحة زعفران أشم رائحة. فإذا يتغير الطعم واللون والرائحة. طيب إذا تغير هل هذا أيضا يسمى ماء؟ نعم هذا ماء. الآن ماء البحر له طعم؟ مالح ولا لا؟ له طعم، يمكن اللون شفاف ما متغير، لكن قد يتغير أحيانا بالطحالب وغيرها، قد يتغير أيضا لون ماء البحر، قد تكون له رائحة؟ ممكن؟ إيه إيه البحر تكون له رائحة، روح أنت صوب الدوحة وتشوف شو رائحة البحر. طيب فالمهم أن هذا التغير للطعم أو اللون أو الريح لا يضر طالما أنه تغير بطاهر، تغير بطاهر. الزعفران طاهر، المرامية طاهرة، وغيرها كذلك القرنفل أو غيرها وغيرها، كل أشياء طاهرة. فتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بشيء طاهر لا يضر، لا يضر. لكن لو تغير بشيء نجس فإنه يضر، يضر إذا تغير بشيء نجس. مثلا جبت مثلا جئت بخزان كبير من الماء وضعت فيه قليلا من النجاسة، البول أو غيره أو كذا أو الدم، هل يتغير طعمه ولونه وريحه؟ خزان كبير شيء قليل من البول ما يؤثر، ما يؤثر فيه. إذا النجاسة القليلة لماذا؟ لأنها لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا العبرة بالتغير، العبرة بماذا؟ بالتغير، بتغير اللون أو الطعم أو الريح. فمهما وقع في الماء من نجاسات فلا تضر طالما أنها لم تؤثر في الطعم أو اللون. البحر الآن ما تلقى فيه نجاسات؟ فيه نجاسات، سواء المجاري سواء الميتات التي تموت فيه، هذه نجاسات، ومع هذا لا تؤثر في طعمه ولا تؤثر في ريحه ولا تؤثر في لونه. لماذا؟ لكبر حجمه. فالعبرة إذن هي التناسب، فإذا أثرت في الطعم أو اللون أو الريح فإنه ينجس. إذن لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب نجاسة. أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب طاهر لا يضر. إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو ريحه أو لونه لا يضر. إذا لابد من اجتماع أمرين، تغير وبنجاسة، لابد أن يكون تغير، لابد أن يكون بنجاسة. هذان الشرطان مهمان جدا حتى تحسم وتبين هذه المسألة. طيب إذا زال عنه اسم الماء، الآن الشاي مثلا ثلاث أرباع كله ماء ولا لا؟ تضع فيه بعض الورق الشاي، ورق الشاي، ثم يتغير يصير شاي، هل يجوز الوضوء بالشاي؟ يقول هو ما يتغير طعمه ولونه وريحه، هل يجوز الوضوء بالشاي؟ الشاي يجوز الوضوء به؟ ما يجوز. ايه طيب العصير لا يجوز الوضوء به، عصير مغشوش هذا التانك ومدري شنو اللي ثلاث ارباع ماء، مو نتكلم عن العصير الطبيعي. ها القهوة، المرق، لماذا؟ يقول لأن هذا ليس بماء، هذا يقول زال عنه اسم الماء، وإن كان أكثره ماء لكنه زال عنه اسم الماء، فلذلك لا يجوز الوضوء إلا بالماء، لا يجوز الوضوء إلا بالماء. فلا يجوز أن يتوضأ
بالعصير ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بالبيبسي ولا بالكولا ولا بالسفن. خب بعد يقولون قاعد تسوي دعايات لهم، خلينا نقول لهم كلهم زين. فكل هذه الأشياء ليست بماء ولا يصح الوضوء إلا بالماء. طيب إذا كان الماء دخل فيه صابون وكذا، مثل خاصة لما تكون تغتسل بالبانيو مثلا في مكان الاستحمام مثلا، وماء وفيه صابون وفيه كذا، هذا ما يزال ماء إلا إذا زال عنه اسم الماء، فهنا لا يجوز الوضوء به. طيب ماء الورد وماء اللقاح وبعد شنو؟ ماء اللقاح وماء الورد بعد مرقدوش وكذا، هذه الأشياء هذه اسمها ماء، ماء اللقاح ماء ورد، هل يجوز الوضوء به؟ ما يجوز. ليش؟ ليست ماء. وين سموها ماء؟ واضح ولا لا؟ هذه أشياء مركزة ليست ماء. واضح؟ ذاك يقدر يشربه؟ ما يقدر يشربه، حط نقطة منه، هذا ليس ماء. وإن سموه سموه ماء لقاح ولا ماء كذا، هو ليس بماء أصلا، فهذا لا يجوز لأنه ليس بماء. إذا القاعدة إيش؟ أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء. فكل ما زال عنه، طيب كيف نعرف زال عنه اسم ماء ولا ما زال؟ بالعرف، عرف الناس هل هذا ماء؟ يعني لما واحد يقول لك عفوا جيب لي ماء، تروح تجيب له قلاص مرق او شوربه او تجيب له شاي، قالك لا انا ما طرف، قال نفس الشيء هذا ترى ثلاث ارباع ماء. صحيح جوابه؟ جوابه صحيح؟ انت طلبت ماء احضر لك شاي، تزعل ولا لا؟ تزعل ولا ما تشرب شاي؟ طلبت ماي وجاب لك شاي، لك حق انك ترده، ولو اشتكى عليك قال نفس الشيء، شو الفرق؟ هذا غير وهذا غير. اذا القصد انه اذا لا يجوز الوضوء الا بالماء، لا يجوز الوضوء، وكل شيء زال عنه اسم الماء لا يجوز الوضوء به، وان كنا نقول هو طاهر، المرق طاهر والشاي طاهر والقهوة طاهرة، لكن ليس بماء، والوضوء إنما يصح بماذا؟ بالماء. نعم. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، هذا ذكرنا. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. هذه قاعدة مريحة جدا خاصة للموسوسين. بعض الموسوسين يتعبون في قضية يقول كأن انتقض وضوئي، كأن أحدثت، كأن ما توضيت صح. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل، استصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل في كل شيء أنه طاهر. هذا الكرسي الآن طاهر ولا نجس؟ طاهر. أي عين ملموسة، أي شيء يلمس باليد، هذا يلمس باليد، هذه تلمس باليد، الكتاب يلمس باليد، هذه الخشبة تلمس باليد، أي شيء، هذا الهاتف يلمس باليد، أي شيء يلمس باليد الأصل فيه أنه طاهر، إلا إذا ثبتت نجاسته نرتاح، ما يحتاج أنك الأسئلة بعدين الوقت. شو نحاسب عيال؟ طيب ماشي، بدنا نكمل هالجملة بس لأن احنا بدنا نتأخر اليوم، هنخلص هالجملة هذه. طيب الأصل في الأعيان الطهارة، ثوبك طاهر، قطرتك طاهرة، عقالك طاهر، كل شيء فيك طاهر، أنت طاهر، أي شيء عينه إلا ما ثبت خنزير نجس، لأن جاء النص أنه نجس. طيب متى يحكم على الشيء بأنه نجس؟ إذا أصابته نجاسة، إذا أصابته نجاسة يقول تنجس. وفرق بين النجس وبين المتنجس، فرق بين النجس وبين المتنجس. النجس هو يقول عين نجسة، عين نجسة. المتنجس عين طاهرة أصابتها نجاسة. الآن ثوبي هذا
إذا وقع عليه بول أو وقع عليه براز ماذا يكون؟ متنجس، يكون متنجسا. كيف أصنع؟ أبي ألبسه، أغسله، صح ولا لا؟ أغسله 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 لين تروح النجاسة، ثم بعد ذلك إيش؟ يستطيع أن ألبسه؟ ما في مانع إني ألبسه. طيب لو واحد جاب عذرة نجاسة وقال بغسلها 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 تصير طاهرة، صير؟ ليش؟ عين النجسة. إذا نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة، لأن العين المتنجسة أصلا كانت إيش؟ طاهرة، فأصابتها نجاسة فأثرت فيها. الحل شيل النجاسة واغسلها. لكن العين النجسة ما تطهر، العين النجسة ما تطهر. لماذا؟ لأنها عين نجسة، هي نجاسة أصلا، هي نجاسة. فلذلك لا يمكن تطهير البول، لكن يمكن تطهير الثوب من البول. لا يمكن تطهير البراز، لكن يمكن تطهير الثوب من البراز، وهكذا. فإذا نفرق بين النجاسة، عين النجاسة، وبين المتنجس الذي أصابته نجاسة. الأصل في الماء أنه طاهر. لو شفت ماء مثلا أنت بتوضأ، واحد شاف الماء هذا مثلا قال بتوضأ، قال يمكن نجس، قال ليش نجس؟ قال يمكن طفل صغير خذه وفتحه وحط فيه بول وسكره درك، يمكن، صح ولا؟ لكن أنا بعيش على يمكن ما خلص. هل هذا هو الأصل ولا الأصل الطهارة؟ أصل الطهارة، ولا بقعد أشك بكل ماي، لأن كل شيء وارد يمكن يمكن يمكن، ما نخلص منها. هذه شغلة. الشغلة الثانية، إحنا قلنا الماء هذا إذا وضع فيه بول متى ينجس؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذا حتى لو قالوا فيه نجاسة وشمه، شوفه، استطعمه حتى نتأكد هل فيه نجاسة أو ليس فيه. إذا الأصل في الأعيان الطهر، الأصل في المياه كلها الطهر. لو جيت ماي بالشارع مثل الانقع هذه اللي تكون بالشارع مثلا، واحد يقول يجوز توظف فيها ولا ما يجوز توظف فيها؟ يقول شنو هذا؟ قال ماي، قال يمكن طايحة فيه نجاسة، قال شمه أو استطعمه، طيب أو شوف فيه لون نجاسة، ما في، توظفي. الأصل الطهارة، وهكذا. الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الإنسان إذا توضأ وبعدين شك، قال أنا كأنه انتقض وضوئي، اترك كأنه. شنو اللي متأكد منه؟ متأكد قبل ما أطلع من البيت كل يوم أتوضأ، وتوضيت اليوم، أذكر تماما، أذكر أني توضيت، لكن شاك هل أحدثت أو لم أحدث. إذن الشك بماذا؟ بالحدث، والوضوء اللي قبل الحدث يقين. فالوضوء يقين والحدث شك، اترك الشك وابني على اليقين. لو صار العكس، انت متاكد انك رحت الحمام وقضيت حاجتك، لكن انت يوم طلعت من الحمام توضيت ولا لا؟ متشكك هل توضأت بعد ان خرجت من الحمام او لم اتوضأ؟ اي هو اليقين؟ الحدث. والوضوء شك، ابن على اليقين. ما هو؟ إذا الحدث توضى، وهكذا. فدائما دائما ابن على اليقين، ابن على اليقين، ولا تلتفت للشك. فإذا كان الطهارة هي الأصل، هي اليقين اللي تستطيع أن تحلف عليها، ابني عليها. والحدث شك، انسى. والعكس صحيح، إذا كان الحدث يقين والطهارة شك، ابن على الحدث وهو اليقين. وكل شك، هذه قاعدة مهمة جدا، خاصة اللي يصيبه وسواس، تعرفون أحد من أهلكم ولا شيء، قاعدة مهمة جدا ومريحة جدا. كل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، كل شك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولا ينظر إليه. خلصت وضوء، عقب ما خلصت وضوء جيت بتصلي، كأني ما مسحت رأسي، كأني ما مسحت الرأس، كأني ما غسلت رجلي عدل، كأني ما تمضمضت، كأني صليت ثلاث ركعات، كأني الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة، كل كأني هذه بعد انتهاء العبادة لا تلتفت إليها، لا تلتفت. كل شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه حتى يكون يعني يقين أو غلب الظن. أما مجرد شك هذا من الشيطان عادة، هذا الشك يكون
من الشيطان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هنا، وإذا كان في أسئلة أو شيء تفضل. إيه. فهذه القاعدة هي أن أستدل عليها مثلاً بعض الأمثلة، يعني قلت لو صح العصير لونه وغيره، ولكن هو في ماي أو الشاي يكون أسهل، يعني كمثال الشاي أصله ماي، يعني أضاف له شيء طاهر هو تغير اسمه ورق الشاي. فاستنادا على القاعدة هذه أنا أفهم منها أنه هو يجوز الوضوء بالشاي. إيه، لكن هو كما قلت لك بشرط أن يبقى اسمه ماء. هذا هنا الشاي والمرق هذا بالإجماع لا يجوز الوضوء به لأن ليس بماء. أي واحد لما يحط لك شاي يقول لك هذا ماي، شو تقول له؟ يقول لا مو ماي، عرفا خلاص مو ماي، مستحيل أحد يقول لك ماي. يحط لك طاسة مرق يقول لك اشرب ماي، ليس بماء، على عرف، على العرف. إيه، هل هو ماء أو ليس بماء؟ إيه نعم. ثم الرجل ينزع القطرة من الحجاب والأمور، نفس الشيء. يقول إذا كانت المرأة تصلي مثلا وأيضا في حجابها مثلا نجاسة أو شيء كذي، إذا كان نزع هذا مثلا الماشة اللي بالحجاب مثلا هي اللي فيها النجاسة، أو خلنا نقول لابسة سوس مثلا فيها النجاسة، المهم تنزعها بحيث لا تنكشف عورتها، تنزعها مثلا لابس ثوب طويل وكذا وفوق العبات، العبات قطت العبات ولا تنكشف عورتها، ما في شيء، تكمل صلاتها. اي نعم، المهم ان لا تنكشف العوره، عوره الصلاه، وبنفس الوقت لا تبقى النجاسه معك في الصلاه. سم. السؤال الماء اذا كان وقع في زعفران مره ثانيه؟ ماء زعفران، اي وقع في زعفران، الماء العادي قصدك وقع في زعفران؟ ايه ايه، ما ما زال ماء، ماء اللقاح، هذا مو ماي، يسمونه ماي لكن ليس بماء، ليس بماء، بس هو لانه شفاف وكيف يقولون له ماي اللقاح، لكن هذا معتصر من لقاح النخل، ما مو ماي، اي ابدا مو ماي. اي نعم. سم. ايه، خلاص هذا مو شك، صار يقين. ايه، احنا نقول كل شك، فاذا تحول الشك الى يقين صار مو شك. انا نتكلم عن الشك، كل شك بعد العباد لا يلتفت اليه، هذه مريحه للموسوسين، لان دائما الموسوس عقب ما ينتهي الوضوء يقول كني ما كذا، كاني ما كذا، كاني ما كذا، هذا الشك الذي بعد انتهاء العباده لا يلتفت اليه. سم. المعالج، الماء المعالج الأصل فيه القاعدة اللي ذكرناها، الطعم واللون والرائحة، إذا طعمه ولونه ورائحته طاهر، طاهر خلاص، هذا يسمى المتحول، ماء المتحول، فما يضر إن شاء الله تعالى. وإذاك تطهير الماء المتنجس، يعني مثلا عندنا قدر مثلا أو حوض فيه ماء قليل، ماء قليل نفرض 20 لتر، وضعنا فيه كأسا من النجاسة، ماذا يكون؟ يؤثر ولا لا؟ يؤثر في طعمه ولونه، فقلنا هذا ماء، كيف نطهره؟ قال زيد عليه ماي، زيد ماي، زيد ماي، زيد ماي، زيد ماي، لين يروح الطعم واللون رايح، اللي يسمونها المكاثرة، يسمونها المكاثرة، تكثر الماء بحيث ان النجاسة تصير وجودها كعدمه، فتكون غير موجودة النجاسة، تذهب النجاسة هنا لكثرة الماء أو بإزالة النجاسة، أو يكون بإزالة النجاسة، إذا كانت النجاسة مثل تقول براز يابس هذا شيء مثلا تشيلها، تشيل القطعة نفسها، مو ماء مثل البول يسيل مائع، لكن إذا كانت جامدة ليست مائعة تشيل الجامدة تخرجها برا ويطهر الماء، وهكذا، وكذلك منه المعالجة، والله أعلم. إذا تخرج الماء في نجاسة
مثلا يبور ولا ماي وحاشم ايه ممتاز. اول شيء اللي بالحمام دركنا النجاسات ردينا على يمكن هذا الماي واحد بايل فيه ما نخلص. لا تفتح على باب على امسك هذا الباب. عاده الناس وين يبولون؟ بالمرحاض عدل. لا ما في واحد يبول بالكاشي، ما حد يبول على السيراميك والكاشي هذا ابدا. عرفت شلون؟ تقول لي يمكن، كل شيء يمكن. يمكن ما تخلص، تفتح لك بيبان ما تسكر. طيب الا اذا شفت انت واحد قدامك مثلا بال على الارض وكذا، هذا موضوع ثاني. طيب تتحرك ترفع ثوبك وكذا، لكن اذا ما شفت الاصل الناس ما تبول في هذا المكان. والاصل ان الذي على السيراميك او على الكاشي او على الارض الاصل فيه انه ماء وليس بول، هذا هو الاصل. ابن على الاصل، لا تشكك، لا تفتح على الصور بشكل. حتى زولية السجادة هذه، واحد يقول يمكن لما طلعنا يا واحد بال هنا، لا تشكك، لا تفتح باب الشك ابدا. الاصل الطهارة، الاصل في اي شيء الطهارة. لا بالبيت مثلا عندك اطفال صغار في البيت، مثلا احفادك او عيالك او كذا في البيت وكذا، تقول يمكن بايل هني يمكن بايل هني يمكن بايل هني، تقعد طول يومك واقف كذي، لا تنام لا تصلي لا كذا، لان يمكن بايل يمكن ما تخلص. مو صحيح الكلام هذا، مو صحيح الكلام هذا. الاصل الطهاره، لا تفتح على نفسك باب الشك بالنجاسات وكذا. الاصل الطهاره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عيال وعيال عيال، والصحابة كذلك كذا، ما عاشوا هالحياة، أمورهم طبيعية جدا، مع أن ما عندهم مجاري ولا شيء ولا كذا، ما كانوا يتشكوا. لماذا؟ بانين على الأصل. الأصل طهرة، إلا إذا شفت نجاسة بعينها تزال هذه النجاسة والحمد لله. تم. شيخ الحين ماي منتشر من الاستنجاء. ماي؟ شلون ماي منتشر؟ ما فهمت. غسل الاستنجاء حسن. اذا كان هذا الماء اصاب مثل خاصه البراز، خاصه البراز المائع مثلا، نعم يكون. بس عاده الماء اللي يستنجى به يذهب. الذي كان واحد يستنجي بطاسه مثلا يغسل ويرد الماء بالطاسه نفسها، ينظر ايضا هل اثر في طعمه او لونه او ريحه، على القاعده اللي قلناها. فاما اذا كان هوز الماء هذا وتغسل وكذا، لا الاصل طاهر ان شاء الله. لا تفكر هالطشار اللي طشر كذي، لا ما في شيء، طاهر. لا تفتح على نفسك هذا الباب، طاهر، الاصل طاهر. طيب سمع. نعم، احنا خلينا نتفق على قضيه، وهي روث ما يؤكل لحمه، هل هو وبوله هل هو طاهر او نجس؟ يعني بول الغنم والابل والبقر والدجاج والحمام والبط وهالاشياء هذه كلها وبرازها روثها، هل هو طاهر او نجس؟ فاذا قلنا انه طاهر فاذا لا يؤثر، واذا قلنا انه نجس فيؤثر. والصحيح ان بول الانسان طبعا نجس بالاجماع، وروثه نجس بالاجماع، وكذلك بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالأسد والصقر والحيوانات التي لا تؤكل، كلها نجسة بالإجماع، أبوالها وأرواثها وكذا. الكلام في بول وروث ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، قال صلي في مرابض الغنم، قال صلوا فيها، ومعروف مرابض الغنم فيها بول وفيها روث، ومع هذا أذن النبي بالصلاة فيها، فدل على طهارتها، دل على طهارتها. والصحيح أنه إذا أصاب الماء روث أو بول إبل بقر غنم دجاج حمام بط أوز كذا طاهر إن شاء الله تعالى. طيب نقف، يلا آخر سؤال. بول الرضيع. إيه الرضيع نوعان، إما ذكر وإما أنثى، وإما يأكل وإما لا يأكل. فإذا كان يعتمد على الرضاعة يعني لم يفطم بعد، طيب فإذا كان ذكر فبوله نجس، وإذا كانت أنثى فبولها نجس أيضا بالإجماع. بول الآدمي نجس بالإجماع، ذكر كان أو أنثى، فطم أو لم يفطم. لكن إذا فطم الصبي أو الأنثى الجارية فإنه يكون كبول الرجل الكبير والمرأة، يعني خلاص نجس، النجاسة يسمونها مغلظة. لكن
يفرق أهل العلم بين بول الصبي الذي ما زال يرضع الذي قبل الفطام، يقول نجاسة مخففة لكنه نجس، لكن يقول نجاس مخففة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن كلاهما نجس، بول الجارية نجس وبول الغلام نجس، لكن نجاسة بول الغلام أخف من نجاسة بول الجارية. لذلك بول الجارية يحتاج إلى غسل، بينما بول الغلام بس رش، ترش عليه ماي، تنثر عليه ماي يكفيه، هذا ما يحتاج تغسله غسل، لكن بول الجارية يحتاج إلى غسل. فالفرق بين بول الجارية وبول الغلام الذي لم يطعم ما زال يعتمد على الرضاعة أن بول الغلام أقل نجاسة لكنه نجس، لكن إذا أكلوا الطعام هؤلاء الرضع صار يعتمد على الطعام، خلاص يرضع بين فترة لكن يأكل غدا عشاء يأكل المهم. طيب فطمة، طيب فهذا خلاص بول واحد نجس للذكر والأنثى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.